مساء الخير، مساء النور، مساء الفل، مساء الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج أحلى الناس. أحلى الناس لكل الناس. كل واحد فينا عنده حلم، كل واحد فينا عنده هدف، كل واحد فينا عنده حلم وعنده هدف بيسعى للتاني يحققه. احنا في برنامجنا النهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخص المجتمع والمرأة والطفل. برنامجنا هيكون شامل، هيكون اقتصادي، هيكون ديني، هيكون اجتماعي وطبي، هيتكلم عن كل حاجة تخص مجتمعنا. ولكن في بداية كلامي أحب أنعي أسر وشهداء الوطن العربي وشهداء سيناء، وطبعا أحب أتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. رجل في عهده كان في عام للمرأة، وفي عام للشباب، وفي عام للمعوقين، وعاما للأطفال. السيد عبد الفتاح السيسي، أنت رمز من رموز المجتمع. بنحب نشكرك على مجهودك وتعبك اللي أبذلته في خلال أزمة كورونا. رجل يتصدى للإرهاب، رجل بمعنى الكلمة، رجل في عهده تم افتتاح قناة السويس اكتملت من الداخل للخارج، رجل تم افتتاح طريق جديد من القاهرة لشرم الشيخ، بيعمل على تطوير البلد وتحسين مستوى المعيشة. احنا بنشكرك شكر عظيم جدا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعبك في أزمة كورونا وعلى الأمن والأمان والسلام اللي حققته لينا في خلال فترة قصيرة جدا. ومني من ابناء من أبناء محافظات الشرقية، بحب أشكر السيد المحافظ بحب أشكر السيد المحافظ سامي علام على مجهوده وتعبه ونزوله إلى المستشفيات والشوارع بنفسه. دايما أرقامك على الفيسبوك، دايما مكتبك مفتوح، شكر وتقدير لك. وطبعا مش هننسى نشكر رئيس مركز مدينة بلبيز. طبعا فقرتنا هتبقى فنية، لأن في أولى حلقات برنامج أحلى الناس لازم يكون معانا أحلى الناس. هيكون معانا النهاردة شاعر، هيكون معانا فنان ومطرب بدار الأوبرا المصرية، وهيكون معانا كمان موسيقار. هنطلع لفاصل قصير ونرجع نستقبل ضيوفنا. اهلا مشاهدينا، ورجعنا تاني بعد الفاصل مع احلى الناس. النهارده معانا شاعر وفنان ومطرب وموسيقار. ولكن في البدايه احب ارحب بالفنان دار الاوبرا المصريه الفنان محمد العلايلي. اهلا بيك معانا. اهلا بيك. احب اتعرف نفسك اكتر للجمهور. ماشي، انا محمد، اسمي محمد عبد الحليم العلايلي، شهرتي محمد العلايلي. يعني بعمل او بدرس ماجستير في الموسيقى العربيه، وبدرس في معهد الموسيقى العربيه، واسسنا فرقه اسمها فرقه الطرب العربي، ومعايا طبعا موسيقار فاروق سلامه. وفي اعمال فنيه يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله بنجهز لها احنا مع بعض ان شاء الله. وايضا معانا شاعر له عده دورين، الشاعر احمد مرسي. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا استاذه نوره. ومعانا الموسيقار وعازف الاكورديون على مستوى الوطن العربي، هو موسيقار، الأستاذ فاروق سلامة. أيوه. بنرحب بيك معنا. أهلا وسهلا بيك. أستاذ محمد، أنا أحب بس أسألك سؤال في بداية الحلقة، ليه اتجهت للفن الطربي وما اتجهتش للفن الشعبي؟ هو في البداية طبعا كل إنسان أو كل مطرب أو كل فنان بيبقى له سمت، أو في يعني نوع صوته أو السمت اللي غالب عليه. فانا لما لقيت نفسي اكتر بلق في الالوان الرومانسيه والوطنيه والدينيه اكتر شويه من الشعبي، فبغني شعبي ممكن، بس شعبي ايه يعني يليق شويه مع صوتي. لكن طبعا في مطربين شعبيين صوتهم يعني ربنا خالقهم بالحنجره دي وبالاسلوب ده، فانا اتجهت لده. الحاجه الثانيه ان انا برضو لما يعني تعمقت شويه في الموسيقى وكده يعني، فعرفت ان خامه الصوت هي بتحدد برضو اللون اللي المطرب بيمشي عليه. فوجدت نفسي تلقائيا كده بتجه للانواع الرومانسيه اكتر، الجمهور بقى بيحب الاغاني الرومانسيه، وطبعا ده من حسن حظي برضو ان انا بحب الرومانسي وبغني رومانسي. يعني نحب نسمع حاجه بقى؟ ماشي. تحب تقول ايه الاول؟ ممكن نقسم اهو النفاق. يلا. <تصفيق
بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عليا أبدا، ما بيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عليا أبدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته إنه يرق شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. وعطر الذكريات وأسماء الله الحسنى وغيرها. طيب أنت ليه سميت ديوانك بأسماء الله الحسنى؟ مش اسم غريب شوية؟ لا هو مش اسم غريب لو عرفنا مضمون الديوان نفسه، هو بيتحدث عن أسماء الله الحسنى 99. فهو أنا حتى مسميه عطاء السماء في معاني الأسماء، بين قوسين كده أسماء الله الحسنى، لأن هو تضمن الأسماء. هل دي معنى محدث يعني؟ هو تضمن بالفعل أسماء الله الحسنى 99 وشرح لهم بالشعر يعني. فعشان كده سميناه أسماء الله الحسنى. بتفسر أسماء الله الحسنى. بنفسر أسماء الله الحسنى، وده هو يمكن ديوان فريد شوية يعني. وعاوز أقول لحضرتك إن خدت موافقة مشيخة الأزهر على هذا الديوان. تستحق. فهو ديوان فريد من نوعه يعني، له قصه وخد وقته، وهو عباره كل الديوان من اوله لاخره كله عباره عن قصيده واحده بقافيه واحده ببحر واحد من بحور الشعر يعني. اولا اسمحي لي ان انا اهني حضرتك اولا على البرنامج الجديد، حضرتك اعلاميه متميزه وشرف لنا ان احنا نكون يعني في اولى حلقات هذا البرنامج الجميل يعني. ده شرف لي. انا سعيد جدا جدا يعني ان حضرتك استضفتينا في اول حلقات البرنامج يعني. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. نسمع حاجة بقى من أسماء الله الحسنى أو اللي حضرتك تحبه. طب أنا هقول حاجة دلوقتي عن الأم، وهقول أم الشهيد. عاوز أقول المعنى ده لأن إحنا بنصطفه كل يوم في حياتنا. ممكن تسمك المايك وتسمعنا؟ أم الشهيد. يا أمي ده مش وداع، واجب علي الدفاع عن أرضي وعن ديني. يا أمي دي وصيتي مليانة بمحبتي، أرجوك سامحيني. في البعد أنا ما نسيت ولا قلت لحظة يا ريت أرجع تضميني. ما عادش لينا اختيار، لازم نصون الديار ورضاك يحمي. يا مصر فين ما اروح
سكنة في ضي الروح انت اللي نورتيني يا مصر فين ما اروح سكنة في ضي الروح انت اللي نور عيني عمري فدا ارضك روحي تمن عرضك يحتاروا لو خيروني قبل الزمان بزمان مذكورة في القرآن اسمك بيحييني طل الشهيد عالباب طل الشهيد عالباب وجنة الأحباب مفروشة ياسمين بين الحياة والموت عمر الشهيد ما يموت ساكن بساتين وبلغ اخواتي وولادي في مماتي انتم وحشتوني شكرا. جدا الموسيقار فاروق سلامه. ايوه انت حضرتك اتعاملت مع يعني نخبه كبيره من الفنانين منهم يحيى تلمست على ايد محمد عبد الحناوي بقيت وست ام كلثوم وعزفت كورديون مع ام كلثوم وعزفت مع فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ وكل الفنانين واكتشفت احمد عدويه انا اللي عملت السحن ده حنبوه سلامته ام حسن وكله على كله والاغاني الشعبيه دي يعني ما كانش فيه اغاني شعبيه غير في الافراح لكن ما يعملوهاش في التلفزيون او كاسيت او كده. عايز اقول لك ان معظم الشعب المصري بيحب اللون ده اللون ده وله طبعا لون مميز له شعبيه معينه بتحب تسمعه يعني. طب انا عايز اعرف بقى ازاي تم التعرف على سيدة الشرق ست ام كلثوم؟ تعرفت عليها ازاي وتعاملت معاها ازاي؟ والله ام كلثوم انا كنت في محل اسمه الشاليه بعزف فيه بالاكورديون وبعزف مع شريفه فاضل عم الطلب محمد رشدي وبعدين لقيت بليغ حمدي موجود سهران فلما سمعني وانا اول واحد بالاكورديون عامل الربع تون في الاكورديون مخليه زي القانون وزي الناي وكده استغرب جدا قال لي يا فاروق احنا انا ومحمد الموجي محتارين بعد ما محمد عبد الوهاب عمل انت عمري غير المفاهيم بتاعتنا ان مش عارفين نعمل ايه لام كلثوم فانا بحضر اغنيه هو اكتشف الجيتار انا بقى لازم اكتشف الاكورديون فطبعا قال لي ام كلثوم وقال لي فرقه ام كلثوم الاصابكي محمد عبد صالح احمد الحبناوي الكمانجه كل الفرقه قال لهم في اكورديون فاروق سلامه هتسمعوه وانا حاطه في الاغنيه قالوا له قالت الاكورديون هتخلي التخت غربي مش شرقي قال لهم يا جماعه اسمعوه اديله فرصه بعدين بعد رابع بروبه في سيره الحب قعدت انا في الجنب كده بعيد خلصوا البروبه تعالى يا استاذ فاروق هات الاكورديون السيده ام كلثوم قالت لي ايوه عاوزين نسمع يا استاذ فاروق بقى احسن بليغ حمدي قلب دماغنا بيك وبعدين طبعا سمعتها تقسيم رصد وتقسيم بياتي كده ايوه بقى سمعنا طبعا سمعت ام كلثوم اتجننت والفرقه بصت للفرقه كده قالوا كلنا موافقين عليه بس اعملوا صلوات يا استاذ بليغ. بليغ حمدي مش عاوز يسيبني ليل ونهار ليل ونهار في شارع محمد علي عندي فرح في بولاق والقلعه يجي معايا ويقعد ويسمع ويشوف الفنانين لان هو كان محتاج جرعه شعبيه يعني هو كان بيحب الطرب عمل انساك يا سلام عمل حاجات حلوه لام كلثوم
فمحتاج شعبي. فقال فخليني مع فاروق سلامه ما دام ساكن بشارع محمد علي ودايما كل يوم بقى في الحفلات وفي ما هو الجميل بيختار الجميل. صحيح. بعدين ام كلثوم قالت له اعمل له سولو في الاول. انا بعد اسبوع وهو كل يوم معايا قلت له السولو اللي قالت لك عليه ام كلثوم عملته لي؟ قال لي والله انا لسه بفكر. قلت له انا فكرت عملت انا تصوري نص الجمله ونص الجمله كملها بليغ حمدي. انا عملت قال لي الله هو ماسك العود في معهد الموسيقى راح مكملها. وطلعت بقى جملة جميلة جدا وانا من يومها حسيت ان انا بقى لازم ابقى ملحن بس بعدين شوية. للاسف وقت حلقتنا خلص بسرعه جدا انا ما حسيتش بيه. شفت بقى انتوا شرفتوني ونورتوني ونورتوا برنامج احلى الناس واولى حلقاته. لكل واحد عنده حلم عنده هدف شاعر فنان عندك موهبه مهندس دكتور برنامج احلى الناس بيستقبل كل الناس. احب الناس الى الله انفعهم. في نهايه البرنامج هنسمع حاجه من المطرب الفنان محمد العلايلي عشان نختم بقى حلقتنا. الام يلا اللي يريحك. طيب هنقول حاجه للام بقى كده. لكل واحد فقد امه وكل واحد متغرب عن والدته وعارف قيمتها كويس يعني ومفتقدها. ما لقيتش ارحم من قلبك ما لقيتش اكبر من حبك ما لقيتش ارحم من قلبك ما لقيتش اكبر من حبك كل القلوب قاسيه عليا والعمر باع واشترى فيا كل القلوب قاسية عليا والعمر باع واشترى فيا يا ريت يا أمي تجيني ده أنا زاد شوقي وحنيني يا ريت يا أمي تجيني ده أنا زاد شوقي وحنيني لو مرة بس أشوف أبص بروحي كفوفك لو مرة بس أشوفك أبص بروحي كفوفك يا 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 أمي يا ما عندي حكايات عايز أحكيها لك ولا وأنا بين أحضانك يا أمي يا ما عندي حكايات عايز احكيها لك ولا وانا بين احضانك يا امي عايز احكي لك على غربتي عايز احكي لك على وحدتي عايز احكي لك على غربتي عايز احكي لك على وحدتي وحشتني بسمتك وحشتني قبلتك يا ترى انت سامعة نداء كفاية دموع كفاية يا ترى انت سامعة نداء كفاية دموع كفاية كفاية يا ريت يا امي تجيني ده انا زاد شوقي وحنيني يا ريت يا امي تجيني ده انا زاد شوقي وحنيني لو مرة بس اشوفك ابص روحي كفوفك يا 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 امي. في نهاية برنامج احلى الناس انا بشكركم جدا نورتوني بجد وشرفتوني.
برنامج أحلى الناس لكل الناس. انتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله.